من القصص العجيبة اللي مرت علي قصة كان يرويها أحد المشايخ، كان يقوله أنه فيها صاحب تاكسي يوصل مشاوير مثل الناس يترزق الله يعني. فمرة من المرات جاء مشوار من الرياض إلى الدمام. أوه. إيه. فيوم جاء عند المشوار هذا لقى 4 شباب يبون الدمام. مشوا سموا بالله ومشوا في الطريق. في أثناء الطريق كان وقت صلاة العصر. هم صلوا الظهر فصلوا العصر الآن، جت صلاة العصر. فقال سائق التاكسي هذا ميد الشباب له يعني، هو رجال له ملتزم ولا شيء، يقول فحرجت يعني، يقول محرج كيف اقول لهم تعالوا معي خلونا نروح نصلي يعني ولا خلونا نروح. فناظر فيهم قال يا شباب يلا توكلنا على الله بنروح نتوضا ونصلي. فاللي دائم يركب يعني على اليمين واللي كان زعيم الشله هذه، ف ناظر للرجال يعني قال حنا والله ما نصلي. الله المستعان. قال والله حنا ما نصلي، تبي تصلي انزل لحالك. يقول الرجال يعني انا ما تمر علي مواقف مثل كذا وانا لا اعرف انصح ولا شيء. قلت لا ما راح نكمل الرحله يعني. جابه باسلوب انه ما راح نكمل الرحله لين تصلون. كيف يا اخي نامن يعني مكر الله في الطريق ولا شيء، ما نصلي ما يصلح، وانا اعاونكم على معصيه، لازم تنزلون معي. فانزلوا معاه يعني، توضوا مشينا توضوا، يقول اشرف عليهم يتوضوا، نروح نصلي حنا وياهم العصر ركعتين. يقول صلينا الركعة الأولى الثانية سلمت وتشهدت ورجعت إلى مرة. يقول يوم رجعت وراء زعيم العصابة هذه أو القوم اللي كان معهم لا زال ساجد. يقومون يا أخويا قم يا فلان قم لا تستهبل قم تمزح تستهبل، ودفه واحد منهم يسقط على جنبه ميت. هذا زعيم العصابة اللي كان موجود. سبحان الله. يقول تجمعوا الناس اللي في المحطة، العمال اللي يشتغلون، يحركون الرجال ما ندري يستهبل، واحد منهم يرشها بالماء والثاني يقرب من عند قلبه يسمع انفاسه يحاولون، ما الرجل يعني ما ظهر عليه شيء فتبين انه توفى. يقول انا معي 3 غيره احاول اهدي هذا واهدي هذا، الا واحد منهم يقول يعني كان يبكي بشده. يقول فقلت ابى اجي هذا اشوف. يقول احاول اواسيه تبين لي ان هذا اللي يبكي بشده ان هذا اخوه. فقلت يا فلان يعني هذا خير ومن علامات محبه الله سبحانه وتعالى له وبشرى للمؤمن ان شاء الله في حياته قبل مماته. يقول قام هذا يبكي قال انا والله ما ادري، انا واخوي والمجموعه هذه لنا ما يقارب اكثر من 15 سنه والله ما نركح ولا ندري ايش الصلاه، نعرفها بالاسم والله لا نصلي ولا حاجه. فهذا والله اللي صار. يقول فصلوا عليه سبحان الله ودفنه. يقول ما هو العمل اللي كان عنده، ما هي الرحمه اللي كان ينتظرها. سبحان الله. فيقول قعدت اتذكر ان الانسان اذا مات على شيء بعث عليه. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما أعتقد أن كل إنسان بتجي فرصة يعني زي هذه. الإنسان يبادر خصوصا الصلاة يعني، كل الأمور يعني قد تلقى، ولكن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. كل الحبال قد تكون يعني فيها زي ما يقولون جروح، إلا الصلاة الصلة الوحيدة التي لا تنفصل بين العبد وربه. سبحان الله.